من بعد هالبريك مشاهدينا، بعرف انه بلشتوا تحضروا حالكم وبلشت الاتصالات توصل على الاستوديو، لانه بمحطتنا اتيليا كارمن صارت موجوده، وطبعا رح تتلقى اتصالاتكم مباشره على الهواء مع زودياك. صباحكم بألف خير، صباح الخير غادة، صباح الخير للشيف. بدي عيدكم إن شاء الله يكون رمضان مبارك وصومكم مقبول يا رب، وعقبال دايما يكون أيامكم هيك دايما فيها هيك تقوى وصلاة وتأمل. اليوم رح أبدأ باثنين إيميل إذا معي وقت. أول إيميل من فلسطين من رونزا. رونزا عطتني تاريخ الولادة 30/7/87، لكوينا رونزا حطينا تشارت على الشاشة. بالنسبة لها في عندها سؤالين، شيء عن الشغل وأيضا الموضوع العاطفي. أنا حطيتك رونزا، حطيتك لحتى نشوف شو القصة. بيت الزواج أكثر شيء بلفت لي نظري، لأنه في مثل ما شايفة في عندنا أربع كواكب ببيت الزواج، معناتها العلاقات عندك يمكن تكون شوي كثيرة أكثر مما أنت بتتوقعي. العلاقات بمعنى أنك بتتعرفي على أشخاص، تدخلي معهم بعلاقات ثابتة مستقرة، بترجع فجأة تتغير كل هيدي الأمور. هلا عم تسأليني عن موضوع أول شيء الشغل، خليني ركز على موضوع الشغل بالنسبة لك. موضوع الشغل اللي يبين عندي بصراحة الأمور اللي كانت غير مستقرة تماما بالسنتين اللي مرقوا، مثل ما أنت كتبتي لي ما كانت مستقرة أبدا لا بالشغل ولا بحياتك الخاصة، لكن أنت مقبلة على تغييرات كتير حلوة يا رونزا، تغييرات جذرية إيجابية حلوة جدا. بدها نتفة وقت خلال 2019، من هلأ لوقتها الأمور عندك تقريبا مستقرة مثل ما أنت تقريبا بتضل، مع أنه من حسابات الأمور العاطفية واضح أنه أنت في احتمال يكون في عندك نوع من استقرار بمسألة عائلية أو شخصية بهيدي السنة. فبالتالي فيني أقول أنه هالسنة 18 19 و20 رح بيكونوا 3 سنين رح يفتحوا قدامك صفحات جديدة حلوة، كانت مهنية أو حتى عاطفية، فهيدي النقطة بدك تصبر عليها شوي. محور القمر عندك موجود ببرج الحمل، شو معناتها؟ معناتها عم بيقول وموجود بالبيت الرابع، معناتها أنه القرارات الشخصية بحياتك، الأعباء والمسؤوليات الشخصية بحياتك مهمة جداً، واحيانا الحيره اللي بتوقع فيها هي اللي بتزيحك شوي عن المسار. حيره بتضيع عليكي فرص، ما عم بقول عجلي بخدي قرارات هلا لا، لكن بدك تتعلمي لما بتشوفي او بتسالي او بتستشيري، بتشوفي انه فرصه او شخص مناسب لك، فرصه مناسبه، بدك تتعلمي تعرفي تقولي انه هيدي هي الفرصه الذهبيه. لانه محور القمر موجود عندك بيت الرابع، معناتها في عنا ضرورة يا رونزا انه الامور العاطفية العائلية، شيل العاطفية، العائلية لازم تكون اي برايورتي عندك، لازم تكون اي برايورتي عندك، وكأنك انت هاملة هذا الموضوع وما كتير عملتي له او عطيتيه استحقاقه او وقته، كله شوي شوي بيوصل. فهيدي النقطة بنرجع نشتغل عليها بعدين، بلكي باخر السنة بنرجع بنقرا تشارت لإلك. ناخذ اتصال من نيويورك، من نور مفتكرت من نيويورك، بناخذ اتصال برجع بجاوب رواء من العراق. شهر كريم على الجميع ان شاء الله. تفضلي. الو. الو انا نور من نيويورك، انا من مواليد عدن 22 جون 1948. نعم. السؤال الوقت 10:30، ما بين 10:30 و11 صباحا. نعم. بدي اعرف عن الصحة، عندي مشاكل صحية ومالية، ممكن الله يخليك يعني تشوفي لي اياها. نعم. امور صحية وانت عايشة ب انت عايشة بنيويورك. صحية ومالية. نعم. اوكي. شكرا يا نور لاتصالك، خلينا نشوف سوا نور شو الوضع، اذا بتبقى نور معنا لحتى تقدر تسمع على القليلة او تسمع هيدا. خلينا نشوف نور، نور عم تسأل عن موضوع صحي، الموضوع الصحي بصراحة قصته مش هينة، خليني نحط بس عويناتي لأقدر إلا لنور شو المشاكل اللي عندي إياها اللي أنا شايفتها. أول مشكلة اللي شايفته بصراحة
هي يا نور المسائل الصحية والعائلية، هذا الأمر عندك يلي هو الأمر يرمز إلى الصحة والحياة الشخصية. في حالتك أنت في عندي مشكلة مع الأمر ببرج الجدي، لأنه صحة الموجود بهذه النقطة وهو يلي عم يسبب عندك هالتقلبات الصحية. بتقولوا لي أنه كيف علم الفلك فيه يعرف هو على التوقيت. هذه القصة مكملة معك، الأمور الصحية بعدها في حالة تقلب وباقي معك بهيدي السنة، لحتى نرتاح منا شوي بدنا نضل مكملين تقريبا رايحة معنا القصة لشهر أكتوبر 2018. يعني في عندك تقلبات مثل ما أنت عم بتقولي، شو لازم تعملي؟ بدك تهتمي بحالك، بدك تديري حالك، بدك تراجعي الطبيب. إذا أنت عم تراجعي الطبيب بدك تهتمي بحالك من هلأ لأكتوبر، بتكوني ماشية مثل ما بيقول الطبيب وماشية بطريقة كتير دقيقة. بالنسبة لك الأمور نوعا ما بتصير أفضل، ما معناتها الأمور سلبية، الأمور شوي بتصير أفضل. في عنا بعض التأثيرات الجيدة اللي بتمرق خلال هيدي السنة، لكن ما معناتها أنه نحن وصلنا للنقطة اللي بدنا إياها. إذا متابعة صحية ضروري بالنسبة لك، كما أنه بقلك أنه السنة المقبلة اللي هي 2019 إذا اهتميتي مضبوط بحالك هيدي السنة، مفروض سنة 2019 تلاقي حالك صرتي أفضل. خليني اخذ لكان الايميل الثاني اللي عندي من العراق لرواء. رواء خليني حط تاريخك 30/3، ورواء من المتابعين لبرنامج عالم الصباح بتابعنا دايما 10 صباحا وبالعراق. خلينا نحط بغداد، هلا نحط بغداد. كمان عم تسأل بشكل عام شو أوضاع عندها. أوكي، هيدي رواء، خلينا نشوف شو اللي مبين عندي. طبعا رواء عندها 3 كواكب موجودة ببرج الحمل، في عندها كوكب كتير حلو اللي هو ساتيرن اللي هو زحل موجود بسكوربيو، وفي عندي كوكبين، واحد بالقوس واحد بنبتون. هدول أكيد اطلعت عليهم أول شيء لأنه هدول الكواكب كتير شغالة هلأ حاليا أو عم بنشغل عليها حاليا. في أول شيء الشغلة السلبية خليني أحكيكي عنها، هي يلي هي ساتورن على نبتون. ساتورن يعني زحل ونبتون مع بعضهم بخلوا يكون في عندك تقلبات ما بتعرفي شو هي، ما بتعرفي شو هي الامور الغامضه اللي عم تمرق بحياتك، ما معك خبر شو هي اللي فيها تكون صحيه، يمكن تكون مهنيه. هذه الامور عم تمرق عندك بتزعجك شوي، وهيدي القصه باقيه ومكمله معك لكل هيدي السنه. لكن من ناحيه اخرى في عندك حدث كثير حلو رح تتفاجئي فيه، رح تفرحي فيه بالصيف، وتحديدا رح بيكون تقريبا صوب سبتمبر صوب اكتوبر، رح تفرحي فيه وبكمل معك تقريبا بهدول الشهرين باكملهم. هني هدول الشهرين يلي بتحتفل فيهم بحدث كتير كبير، اللي بتحتفل فيهم بتغييرات كتير كبيرة كل 12 سنة بتصير مرة، تحديدا هو بشهر اكتوبر. ورح بتلاقي انه النتيجه اللي بدك اياها، الحدث اللي بدك اياه بحياتك، سواء تغيير البيت، سواء الامور اللي هي عم تبحثي عنها، المسائل بالشغل او بحياتك الخاصه، رح بيكون في تغييرات ايجابيه كبيره مش صغيره. بنرجع بنكمل لسنه 2020. سنه 2020 غير هالحدث الحلو اللي رح تاخديه باكتوبر 2018، بال 2019 عفوا بال 2019 رح بيكون في عندك كمان صفحه ثانيه جيده ممتازه، وكأنه هيدي مكافأة لألك من بعد ما عشتي تقريبا شي 3 سنين ما كانوا هالقد سهلين. فأنا بالنسبة لروى بالنسبة لألك شايف الأمور كتير حلوة ممتازة، بدها نثبت طول بال، بس لما نقرب للنص الثاني من سنة 2018 رح بتلاقي أول فرصة ثمينة جدا بشهر أكتوبر، فيها تغيير جذري ممتاز، وبيرجع بيلحقوا بال 2019. All in all أنا شايف الأمور جيدة وحلوة، فكملي مثل ما أنت. رح ناخذ اتصال ميادة. الو يا اهلا، بونجور. بونجورين، بليز في اسال عن تاريخ 16/5/94. ال 94 اي ساعه؟ الساعه 10:30 بجده بالليل؟ لا الصبح 10 حاليا بلبنان، و5 بجده. شو السؤال؟ وهلا هو بلبنان بدي اشوف عن شغله وعن حياته عامه.
إيه عم يشتغل هو؟ عم يشتغل بس عم بحاول يلاقي شيء احسن. اوكي شكرا لاتصالك. ميرسي. شكرا لاتصالك. عم يجرب يلاقي شيء حاليا. بيلاقي شيء حاليا بس مش يمكن بالسرعه اللي هو مفكر فيها. خليني اعمل ريلوكيشن بس لحطه بلبنان. كانه بعد عنده سفر، بعد في سفر، يعني هو اصلا حياته رح بتكون دائما دائما اسفار. واضح انه بعد في عنده سفر بهيدي السنه. في احتمال يكون في ريلوكيشن، احتمال انه يرجع ينقل لمكان اخر. تقريبا كمان بشهر ايلول وشهر شهر سبتمبر وشهر اكتوبر، شهر 9 وشهر 10 هن الشهرين يلي رح يغيروا عنده الامور بشكل افضل، بشكل احسن. عم نحكي، عم نركز نحن على موضوع الشغل. يلي خليني اتاكد من قصه تشوف اذا قطعها. هي المسألة الصعبة، الأصعب مرحلة قطعها هي كانت بال 2017 لما زحل قطع عنده، لما نبتون قطع على زحل خربت عنده الأمور، وبعتقد هاي هي الفترة اللي ترك شغله. سنة 2017 خاصة بآخرها هي الفترة، خاصة شهر يمكن ديسمبر، هي الفترة اللي خربطت عنده استقراره. خلصنا من هالمرحلة، انتقل مفروض هلا يرجع يأسس من جديد. اللي انا شايفته في اشياء كتير افضل، في اشياء كتير احسن، وشايف انه في عنده اذا مش ريلوكيشن في عنده شيء مهم جدا جدا يمكن هو ينبسط فيه ويفرح فيه. في شغل، في تقدم، في راحه، كل هالنقطتين اللي هون رح بيكونوا كتير حلوين بالنسبه له، رح يخدموا مصلحته، رح يقدموا له فرصه لسفر، معناتها في شغل وفي استقرار، وحتى في امور عاطفيه كمان بيستقر فيها. ناخذ اخر اتصال لليوم. ناتالي معنا، تفضلي ناتالي. بونجور. يا اهلا. انا ل 17 فبراير. نعم. اي سنه؟ 85 15/2 ل 85 الساعه 9 ولا 17/2؟ لا 17 شبار. 17 اي ساعه؟ 9 صباحا. نعم. سؤال بدي اسال ان جنرال، صحيا ماديا انا مجوزه بس انه هيك ان جنرال. ايه بتشتغلي انت؟ لا بس عم باسس شغل. عم تاسسي شغل؟ نعم. في بيبيز؟ في اثنين. في اثنين؟ بس اتاكد بس 17 شباط ال 85؟ نعم. و9 صباحا. معك جنسيه ثانيه؟ لا بس كمان عم بشتغل على جنسيه ثانيه. اوكي. اوكي. شكرا لاتصالي، خليني انا اخبرك شو اللي مبين عندي. ميرسي. اوكي ما كثير عندي وقت، رح احكي بسرعه، شكرا لاتصالي. اللي مبين عندي بالنسبه لإلك، انت من الاشخاص اللي في احتمال يكون في عندك سفر بحياتك، عم تشتغلي على موضوع الجنسيه، يمكن تاخذ شويه وقت، بس انت من الاشخاص اللي معقول كثير 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 يكون عندهم جنسيه ثانيه او على الاقل تكوني عايشه برا. بالنسبه لإلك انت، ما بعرف اذا سالتني شيء عن الوضع الصحي، ما بعرف اذا سالت. لا بشكل عام. اوكي. في اشياء مهمه جدا، كثير مهمه. النص الثاني من سنه 2018 رح بيكون ممتاز، رح بيكون في نقله نوعيه مهمه جدا فيها تكون مهنيه. واضح جدا انه شغلك اللي عم بتاسسيه رايحه قصته لسبتمبر واكتوبر. بالنسبه لإلك في تغييرات حلوه جدا رح بتلاقيها، لكن بدها وقت، بدها شي سنتين او ثلاثه، بس بشكل عام في اشياء ممتازه بانتظارك. هذا كان اخر اتصال معنا لليوم، بدي اتمنى لكم نهار كثير حلو، وعوده لك غاده. مرسي كارمن، يعطيك الف عافيه. طبعا مثل العاده بعد في كان اتصالات وكثير من الاسئله يلي وصلت، انما بنقول للمشاهدين الاسبوع المقبل كمان ان الله راد ترجعي بتكوني معنا مباشره على الهواء ضمن زودياك. مشاهدينا هلا خليكم معنا، رح ناخذ كمان مره بريك، انما عالم الصباح بتابع لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت.